السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أثرع وأنا الحماية المدنية وتابعين لوحدة القطاع ببلدية زمالة الأمير عبد القادر على جثة الشاب والبالغ من العمر 21 سنة بمنطقة المحكة، جرفته مياه وادي طويل، وكانت عمليات البحث عنه جارية منذ مساء الثلاثاء الماضي. وحسب مصالح الحماية المدنية فإن عمليات البحث والتي تكللت بنجاح في العثور على الشاب المفقود جثة هامدة تمت بمشاركة الفرقة السينوتقنية للحماية المدنية وعناصر من الدرك الوطنية وعدد من المواطنين المتطوعين. ومن جهة أخرى انتشل مساء أمس الجمعة وأن الحماية المدنية جثة شاب من بركة مائية بالمنطقة الصناعية بوزعرورة بولاية تيارت. وعلم من الحماية المدنية أن الضحية يبلغ من العمر 17 سنة. نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى يوسف الدمرجي، ولم تحدد مصالح الحماية المدنية ظروف هذه الحادثة، إن كان الضحية يسبح في البركة تزامنا وارتفاع درجة الحرارة أم أن الأمر يتعلق بسقوطها، وفتحت المصالح الأمنية تحقيقاتها في القضية.